قعدنا 5 ساعات في التحقيق، يضربوا فينا بس وصيحوا علينا. أنا محمود مهر عبيد، عمري 14 سنة، من العسوية. عيد الجيش على 3 الفجر وإحنا نايمين في الدور، صحونا وأخذونا على 3 الفجر على شرطة البريد، طلعونا في الجيبات، وصلوا فينا لغاد، نزلونا من الجيب، أخذونا دخلونا على شرطة البريد. أول ما دخلونا كلبشونا من دينا وجرينا، قعد كل واحد على كرسي وجه في الحيط، وكل واحد زي وجه على الحيط. بعديها طلعونا انه ياخذوا بصماتنا، اخذوا بصماتنا وبصمات وجهنا وكل شيء. بعديها طلبوا من كل واحد 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 نطلع على التحقيق. اول شيء اخذونا انا، بعد ما خلصت التحقيق نادينا اعترف على اشياء انا ما سويتهاش، وانه يهدد فينا قال اذا بتعترفوش انت راح تدخل السجن، مش عارف ايش، مش راح تطلعوا. انا كنت مسوي شيء، ليش ادخل السجن وانا ايش مسويت شيء؟ رحنا على المحكمة، نطق الكود الحكم ان 6 ايام حبس منزلي مع كفالة 2500 شيكل. نزلونا على الانترنت عاد المحكمة، فدخلونا على الحمام، خلونا نطلع الاواعي، وصار يضرب بعد ما شعت الاواعي. عوض خلاني كان البسهم، ودخلنا فتشل كلبشات، ودخلنا على الانترنت. بعديها طلعنا بعد ما اهلي اجوا دفعة كفالة، طلعنا بعديها يوم السبت على الساعة 12 بالليل، رنت علينا المحقق صوت، كنا كل بتجيب اولادك على التحقيق. يوم الاحد على الساعة 10 رحنا على الساعة 9:30 وصلنا غاد، لهو قعدنا 5 ساعات في التحقيق، يضربوا فينا بس وصيحوا علينا. بعد ما خلص التحقيق دخل ابوي، وبعديها طلعنا، مضى ابوي على الورق وطلعنا، وصار كنا نكون محكمة بكرة. عوضوا في المحكمة أجلوا لنا الحبس المنزل يوم الخميس. رسالتنا إننا نبقى نلعب مع أصحابنا في محل آمن، نبقى المحلات نلعب فيها آمن، يعني لما أبقى أنا في الدبشة وأروح في طريق نبقى بعيدة عن دارنا، آمن من الطريق الأقرب على دارنا. وهي رسالتنا.